السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني في هذه الحلقة تاع اليوم. هذه الحلقة اللي غادي نشاركوا فيها جميع واحد الوصفة رائعة للزيادة في الوزن. وصفة غادي نحتاجوا فيها مكونات اللي متوفرة عندنا في البيوت. هذه المكونات صحية 100%. قبل ما نبداو هذه الحلقة تاع اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناة جربوا حكم لأول مرة، كنتمنى منهم يشاركوا معنا على القناة ويضغطوا على الزر الأحمر باش يتوصلوا بوصفاتنا فضلا وليس بامر. رجعوا اخواتي للحلقه تاعنا تاع اليوم. الحلقه تاع اليوم يعني فيها واحد الوصفه اللي جربوها بعض الاخوات ويعني عطاوها ليا باش نشاركها معكم في التعاليق. شكروها ليا بزاف واكدوا بانها فعلا كتزيد في الوزن. المكونات ديالها لذيذه، يمكن ليكم تعطيوها يعني حتى لوليداتكم، فهي ما كتسببش حاجة يعني خطيرة. مكونات ديالها طبيعية، إلا طبعا على الناس اللي عندهم حساسية دائما أو المرأة الحامل أو الناس اللي عندهم أمراض مزمنة. ضروري في هذه الحالة نستشروا مع الطبيب ديالنا، ودائما الأطفال نعطيهم النصف الكمية. مثلا إلا خدينا جوج حبات، ثلاثة حبات ديال الشريحة، نعطيهم هما فقط غير حبة وحدة بالطريقة اللي غنشارك معكم دابا. الوصفة تاع اليوم غادي نحتاجوا فيها كيف ما كتشاهدوا السمسم، يعني الزنجلان يكون منقي مزيان من الشوائب ويكون محمص. لكم الاختيار، بغيتوا تستعملوه مطحون يمكن لكم تستعملوه مطحون، بغيتوا تستعملوه على شكل كيف ما غنوريكم دابا على شكل حبوب يمكن لكم تستعملوه على شكل حبوب. يعني لكم الاختيار، الا استعملتوه بهذا الشكل اللي استعملته انايا غادي تعطيكم واحد القرمشه، يعطيكم واحد القرمشه واحد البنه زوينه بزاف. بالنسبه لكيف ما قلت لكم الزنجلان يكون محمص، بالنسبه للطحن او غير الطحن لكم الاختيار، طحنوه ولا ما طحنوهش ماشي مشكل، الطريقه اللي خديتوه بها. بالنسبه للمكون الثاني كيف ما كتشاهدوا هو الشريحه. المكون الثالث اللي غنحتاجوه هو العسل. اللي بغات دير فيها العسل الحر الطبيعي متوفر عندها، يمكن ليها تخلطها مع الزنجلان، تخلطوه مع العسل طبيعي. واللي بغات ديروا مع الشوكولات الابيض يمكن ليها ديروا مع الشوكولات الابيض. علاش الابيض؟ لانه هو اللي فيه بزاف ديال الدهون كيزيدنا في الوزن بسرعه. الا ما متوفرش عندكم الابيض يمكن لكم تذوبوا، يعني تاخذوا الشوكولاته السائله وتخلطوها مع السمسم، اما مطحون او غير مطحون، المهم يكون محمص. بالنسبه للطريقه، الطريقه ديالي اللي غنشارك معكم اليوم، غادي ناخذوا الشريحه كيف ما كتشاهدوا نقسموها على جوج وتكون نقيه، وغادي ناخذوا نكونوا يعني خلطنا السمسم ديالنا مع العسل كيف ما كتشاهدوا، وناخذوا كل شريحه غادي نعمروها من الداخل. يعني الوصفه سهله وبسيطه وتجي لذيذه. كيف ما كتشاهدوا هذا هو الشكل ديالو. بالنسبه لطريقه الاستعمال، غادي ناخذوا ثلاثه الحبات بعد كل وجبه من هذه الشريحه هذه ونتناولوها بشكل يومي. طبعا ضروري دائما الوصفه اننا نساعدوها بالتغذيه الصحيه، كيف ما ديما تنذكر لكم في فيديوهات الوصفه نساعدوها بالتغذيه الصحيه والحاله النفسيه تكون مستقره الا بغيناها تنجح معنا. بالنسبه لينا حنايا ناخذوا ثلاثه الحبات بعد كل وجبه، يعني ثلاثه المرات في اليوم غادي تعطينا 9 الحبات ديال الشريحه. هاد الوصفة هادي خلال مرور جوج ديال الأسابيع، كوني على يقين الأخوات أكدوا لي أنها كتعطي أفضل النتائج وكتعطي أفضل النتائج. خلال مرور جوج ديال الأسابيع كتبدأ تبان لك النتيجة إلا ما عندك حتى شي مشكل صحي. بالنسبة للأخوات اللي كيرضعوا يمكن ليهم يستعملوا هاد الوصفة هادي، إلا الأخوات اللي حوامل كان دائما ما كنصحش المرأة الحامل أنها تزيد في الوزن في فترة الحمل باش تكون يعني الولادة سهلة عندها. بالنسبه للاطفال ديالنا يكفي حبه وحده تكون مملوءه بالسمسم، حبه وحده بعد كل وجبه 3 مرات في اليوم. رائعه. كنتمنى اخواتي تجربوها وما تبخلوش على راسكم بهاد الوصفه هذه، لانها ما كنبغيش نبقى نشكر لكم الوصفه، لان هاد الوصفه هذه شكروها العديد من الاخوات اللي جربوها يعني عن تجربه وعطاتهم نتائج 100%. 3 الحبات ديال التين مملوءه بالسمسم ممزوج مع العسل او الشوكولا كل يوم، يعني 9 الحبات كل يوم، فهذا رائع.
كنتمنى تجربوا الوصفه من كل قلبي. انا غادي نستعملها اليوم، غادي نحضرها وغادي نبدا نستعملها لوليداتي، فهي تتجي لذيذه، جربتها وعجبتني وغادي نستعملها حتى انا الوليدات ديالي. وكنتمنى اخواتي ما تبخلوش عليا الا كانت الحلقه نالت الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بالتشجيعات وما تبخلوش عليا بالدعوات ديالكم. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن مولى عز وجل.